أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما وكان الله على كل شيء مقتدرا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرفنا
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما أحدا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله.